فادحة كانت أضرار العاصفة على بعض المناطق اللبنانية، فهو كانون يلقي بثقله مرة جديدة على الموانئ والطرقات والمزروعات. في طرابلس سقطت الأشجار على السيارات، كما سقط عمود إرسال تابع لإحدى الإذاعات الشمالية، وانحرفت البواخر إلى رصيف الصيادين فتحطم جزء منه. إذا ما بتطلع فينا يعني وبتساوينا إياه على السريع يعني بتصير ضرر كتير وأذى كتير. العاصفة في يومها الثاني ضربت الجنوب، ما أدى إلى أضرار في المزروعات وتعطل الملاحة في مرفأي صور وصيدة. هذا ووزع بعض المؤسسات مساعدات على اللاجئين السوريين في الزهراني. هنا مرج عيون، حيث غطى الثلج البلدات التي ترتفع أكثر من 500 متر عن سطح البحر، وشل الجليد حركة السير. أليكسا لم تأتي على قدر أمال الشوفيين الذين استفاقوا على طبقة رقيقة من الثلج، وبقي معظم الطرقات سالكا. كنا على أساس أننا نلعب بالتعز بس في الشيء طلع. وما كان من الأهالي الذين وعدوا بالثلوج إلا الذهاب إلى محمية أرز الشوف، فخلت الساحة لمحبي التصوير والمخاطرة. في بعلبك رش الملح وفتحت الجرافات طرقات. على صعيد اللاجئين السوريين وفي عرسال تحديدا يقطن هؤلاء خيما بلاستيكية مقامة على أراض ترابية. هنا البرد قارس ولا وسائل للتدفئة. عندي 3 نسوة. كم والي؟ عندي 16 ولد. قلبت علينا الخيمة لأننا عن جيراننا، صارت بتبج المي بالأرض وهلا عم ننقل من هون لتاني خيمة. ولتناسي المأساة استغل بعضهم مجيء الزائر الأبيض وخرج للهو والتمتع بالثلوج.